الظهيرة من الميادين وفيها بعد لقائهما في موسكو، لافروف يدعو إلى هدنة مستقرة طويلة الأمد في غزة، وعراقات يكشف عن نية للتوجه إلى الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال. القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لطرد مسلحي داعش من تكريت، ومعارك لاستعادة مناطق حول سد الموصل. تظاهرات لليوم الثاني على التوالي في صنعاء للمطالبة بإسقاط الحكومة، والرئيس اليمني يتوعد بإجراءات حازمة تجاه من يعبث بالأمن. اعتقالات في صفوف المحتجين وأنباء عن مقتل متظاهر في مواجهات مع الشرطة الأمريكية في فيركسون. السلام عليكم. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مفاوضات القاهرة يجب أن تؤدي إلى هدنة مستقرة وطويلة الأمد. موقف لافروف جاء خلال لقائه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في موسكو. الأخير أكد أنه جرى التباحث في وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، وأن هناك نية للتوجه إلى الأمم المتحدة في هذا الموضوع. هذا واستؤنفت في القاهرة المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد أن توصل الطرفان أمس إلى اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 24 ساعة إضافية. المواقف التي صدرت عن الوفد الفلسطيني في القاهرة أجمعت على أن المفاوضات تواجه صعوبات بسبب تعنت ومماطلة الاحتلال. يوم واحد فقط تم التوصل إليه لينقذ المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القاهرة، بعد أن كادت في لحظاتها الأخيرة تبوء بالفشل بسبب مناورات الوفد الإسرائيلي التي لم تسهم في حدوث أي تقدم. نأمل أن تستغل الـ24 ساعة القادمة كل دقيقة بها حتى نصل إلى اتفاق، وإلا فإن دائرة العنف ستبقى مستمرة. أكرر، كل ما نشر في الفضائيات جميعها لا أساس له من الصحة، لم يحصل أي تقدم حول أي نقطة. الوفد الفلسطيني الموحد أفصح عن أنه لم يحرز أي تقدم في أي بند من بنود الورقة الفلسطينية، موضحا أن إسرائيل تضع في كل نقطة يتفق عليها ما يعرقلها حتى جاء التدخل المصري لينقذ الموقف في اللحظات الأخيرة. ما زال الوضع صعب وشاق ويحتمل كل الاحتمالات، الأمر مفتوح على كل الاحتمالات. في آخر لحظة تدخل الوسيط المصري من أجل محاولة إنقاذ هذه المفاوضات من الفشل وأن تصل إلى طريق مسدود. نحن استجبنا للوسيط المصري ووافقنا على مهلة إضافية وأرجو أن تكون أخيرة. الجانب الفلسطيني حمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي فشل للمفاوضات بسبب المماطلة والمراوغة المستمرة من جانب كيان الاحتلال. إذا ما انهارت المفاوضات غير مباشرة برعاية مصرية، فإن إسرائيل هي المسؤولة عن هذا الانهيار وتتحمل بالتالي تبعات ما قد يحدث نتيجة التصلب وعدم الاستجابة للمطالب الفلسطينية المشروعة. المفاوض الفلسطيني أوضح أن الوفد الإسرائيلي يلعب لعبة قذرة تتمحور في تسريب أنباء عن التوصل لاتفاق كل يوم بغرض التشويش للتلاعب بمشاعر الشعب الفلسطيني وإظهار نفسه أكثر مرونة واستجابة في المفاوضات للضغط على المفاوض الفلسطيني بتحميله تبعات فشل المفاوضات في النهاية لإحراجه أمام شعبه في غزة. تصريحات الوفد الفلسطيني تعكس الأجواء السلبية التي تجري فيها مفاوضات القاهرة، أجواء قد تعيد الأمور إلى المربع الأول بسبب عرقلة الجانب الإسرائيلي لكل نقطة يتم التوافق عليها. محمد العارف، القاهرة، الميادين.
ولمزيد من التفاصيل حول المفاوضات الجارية في مصر حول غزة ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر لحام. أهلا بك ناصر، كيف تسير العملية التفاوضية خصوصا وأن التصريحات الفلسطينية تشير إلى أن هناك صعوبات بسبب التعنت الإسرائيلي؟ وأيضا التصريحات الإسرائيلية شديدة ومتشددة هذا الصباح، الغموض يلف الجلسة الأولى، لا يوجد أي تسريبات ولا يوجد أي تلميحات من خارج غرف المفاوضات. استمعنا إلى تصريحات المفاوضات قد تنهار وأن الاتفاق غير مضمون والإسرائيليون يتحدثون عن تهدئة مقابل تهدئة. أبرز عنوان تحدث به الإسرائيليون منذ الصباح يقول بأن إسرائيل لا تريد اتفاق وإنما تريد تفاهمات صغيرة، وهذا يختلف كثيرا عن اتفاق. إسرائيل تريد أن تبرئ نفسها من أي اتفاق سياسي وتلتزم بفتح بعض المعابر والتسهيلات لدخول المعونات لقطاع غزة. على كل حال من الأحوال حاولنا أيضا الحديث مع قادة كبار في رام الله، أيضا يحدوهم القلق. الجميع يجمع بأن إسرائيل الليلة الماضية ضاعت فرصة ذهبية، فرصة كبيرة لإنجاز اتفاق. لغاية الآن هناك تحفظ كبير وخصوصا من بعد غضب الوفد من التسريبات التي كانت موجودة. اليوم نحن بانتظار شيء رسمي وشيء جدي على الأقل بعد الجلسة الأولى لنعرف إذا كان السير في نفس الاتجاه لاستكمال اتفاق كأمس أو أن الأمور عادت إلى المربع الأول دينا. نعم ناصر، ماذا عن الدور المصري في ظل هذه الخلافات؟ لا أخفيك، بحسب المعلومات لدينا ليس فقط هناك تشدد فلسطيني، هناك تشدد مصري وهناك تشدد إسرائيلي. المصريون أيضا اعتبروا بأن هناك محاولة للعب على الوقت وعدم احترام كل هذا الجهد المصري لمدة 16 يوم. هناك محاولة من مصر لإعطاء إجابات واضحة اتجاه نتائج وثمرة الجهود. على كل حال من الأحوال مصر لغاية الآن تقول رسميا وعبر الناطقين المصريين والصحافة المصرية بأن مصر تواصل جهودها من أجل إتمام اتفاق ومن أجل وقف إطلاق النار وتنفيذ الورقة المصرية. نعم ناصر، هل من جهات أخرى تحاول السعي للملمة هذه الخلافات؟ أو ربما هل من دور للولايات المتحدة على سبيل المثال لكسر هذا التعنت الإسرائيلي؟ لا لا، فقط يدعو تعنت كانت فجر اليوم نشرت مقال أعتقد أنه أقرب إلى التحليل، يقول بأنه الولايات المتحدة وإسرائيل تفاهمتا على التسهيلات أو رفع الحصار عن قطاع غزة. في إطار هذه التحليلات قيل بأنه كيري قد يهبط في الأيام القادمة، لكن لا يوجد أي، لم يصلنا أي شيء من السفارة الأمريكية ولم يصلنا أي شيء من الجهات الرسمية تقول بأنه كيري قادم. على كل حال من الأحوال أعتقد بأن كل العيون اليوم شاخصة باتجاه رام الله والقيادة الفلسطينية. من المقرر اليوم أن يتوجه الرئيس عباس إلى الدوحة عاصمة قطر اليوم مساء أو غدا صباحا. في حال تم ذلك يعني أن هناك تقدم، في حال لم يتم ذلك يعني أن الأمور تعقدت وعادت مرة أخرى تحتاج إلى تجهيزات وتحضيرات أكثر. نعم ناصر لحام مدير مكتب الميادين في فلسطين، شكرا جزيلا لك. الأنباء التي ترد من القاهرة بشأن المفاوضات غير المباشرة فجرت الخلافات بين الصقور في المجلس الوزاري المصغر ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. صحيفة هارتس ذكرت أن نتنياهو حاول الأسبوع الماضي إخفاء مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي بلورته مصر عن المجلس الوزاري. منال إسماعيل والتفاصيل. على وقع المفاوضات الجارية في القاهرة يستمر السجال وتباين المواقف بين كبار الوزراء في المجلس الوزاري المصغر ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول بنود الاتفاق وسير المفاوضات مع الوفد الفلسطيني والشروط التي يجب توافرها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. تباينات وسجالات لم ينجح تهويل نتنياهو بضرب واستهداف فصائل المقاومة الفلسطينية إذا لم تخضع لشروطه في تغطيتها. نحن مستعدون لكل السيناريوهات والجيش الإسرائيلي يستعد لتوجيه ضربة قاسية إذا تجدد إطلاق النار. وزراء في المجلس الوزاري المصغر أعربوا عن استيائهم وغضبهم لعدم حصولهم من نتنياهو على معلومات كافية عن مجريات المفاوضات وتفاصيلها.
وزراء المجلس الوزاري المصغر غير راضين عن أداء نتنياهو. هم قالوا له إن ما تطلعنا عليه أقل مما نحصل عليه من الإعلام. امتعاض الوزراء وصل إلى حد اتهام نتنياهو بإخفاء تفاصيل المقترح المصري عنهم، وبلغ ذروته مع القنبلة التي فجرها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان في جلسة المجلس الوزاري المصغر التي عقدت الخميس الماضي. فوفقا لهآرتس، باغت ليبرمان نتنياهو بنسخة عن المقترح المصري، ما تسبب في حالة غضب وغليان بين الوزراء وحصول مشادة كلامية بين نتنياهو وليبرمان، طالبه خلالها الأخير بتقديم تفسير لما يجري. الخلاف مع نتنياهو لم يقتصر على الطرف اليميني من الخارطة السياسية الإسرائيلية، بل جاء أيضا من وزراء محسوبين على تيار الوسط، وهو ما تجلى عبر طرح بعضهم شروطا لوقف إطلاق النار. كل تسوية مستقبلية يجب أن تتضمن تجريد البنية التحتية لحماس من السلاح وسيطرة كاملة على الأموال المخصصة لإعادة أعمار غزة. نحن ندعم عقد مؤتمر إقليمي يمنح غطاء دوليا واسعا لإنجاز هذه الأهداف. معضلة نتنياهو الكبرى لا تقتصر فقط على كيفية إقناع أعضاء حكومته والجمهور الإسرائيلي بتحقيق أهداف عدوانه على قطاع غزة ومنع الفصائل الفلسطينية من تحقيق إنجازات. هذه المعضلة تضعه بين سندان المقاومة الفلسطينية ومطرقة خصومه داخل حكومته وبيته الحزبي، وتدفعه إلى خوض معركتين في آن واحد في ظل الخشية من إمكان خروجه خاسرا من كليهما. عائلة أبو طعيمة من أكبر عائلات خان يونس فقدت عشرات المنازل بنحو كامل، ومئات أخرى بنحو جزئي أصبح جلوسهم في الشوارع شيئا مألوفا بعدما فقدوا المأوى ومصدر الدخل. تقرير أحمد شلدان. هنا حيث استباحت دبابات الموت مقتلعة كل شيء في طريقها لتغير ملامح المكان وتحيل بين ليلة وضحاها. جميع أفراد عائلة أبو طعيمة فريسة الجلوس في العراء. في منطقة عبسان الكبيرة فقدت هذه العائلة أكثر من 57 منزلا بشكل كلي، لتتشرد النساء والأطفال والشيوخ معا. قاعد في الشمس فيش ماء وأقعد فيه، فيش أي نتفة أقعد فيها، قاعد عند الركام هيني بطبخ وباكل وبشرب. هذا البيت برج مكون من 5 طوابق يحتوي على 15 عائلة فيه. يسكن فيه ما يقارب 74 فرد. 74 فرد يسكن اليوم، ال 74 فرد بدون مأوى خالص. تعداد العائلة الكبير جعل من الصعوبة بمكان إيجاد مأوى لهم، وفي كثير من الأحيان وجدوا صعوبة في معرفة أماكن منازلهم المدمرة. حدود المعاناة لا تقف عند هدم بيوت هذه العائلة وجلوس أصحابها في العراء، بل تمتد إلى ملاحقتهم حتى في مصدر رزقهم. فمزارع الخضار والدجاج والأبقار كانت ضحية التجريف والقتل المباشر من جيش الاحتلال، فيما الخشية عند عائلة أبو طعيمة أن تتجدد المعاناة بأشكال أخرى. عشرات المزارع دمرت تماما من بما فيها من دواجن وأغنام، وتركت أثرا صحيا سلبيا على حياة المواطنين وعلى صحة المواطنين هنا، مما أدى إلى إصابة بعض الأطفال ببعض الأمراض هنا نتيجة هذا التلوث الناتج عن هدم هذه المزارع. ويخوض أفراد هذه العائلة الممتدة حربا من نوع آخر، يجاهدون خلالها في التمسك بمنطقة سكنهم الحدودية وعدم مغادرتها مهما جارت عليهم الأيام. أحمد شلدان، غزة، الميادين. قال ضابط في غرفة عمليات بغداد إن القوات العراقية بدأت عملية عسكرية لطرد مسلحي داعش من مدينة تكريت. إلى ذلك تواصل القوات العراقية والبشمركة تنفيذ عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مناطق حول سد الموصل شمال العراق بمساندة الطائرات الحربية الأمريكية. في هذه الأثناء لم يستبعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما التعاون مع العراق وقوى إقليمية في محيطه لأجل مكافحة تنظيم داعش. على الباب.
بهذه العبارة حض الرئيس الأمريكي باراك أوباما العراقيين على المسارعة في تأليف حكومة تضم كل الأطياف العراقية، داعيا إياهم إلى إظهار الوحدة في مواجهة المتشددين الإسلاميين. سنكمل في اعتماد استراتيجية بعيدة المدى في مهاجمة الإرهابيين عبر التعاون مع شركائنا في المنطقة. تكليف حيدر العبادي رئيسا للحكومة تقدم مهم، لكن العمل لم ينتهي. يجب تأليف حكومة جامعة على أساس برنامج وطني. مع هكذا حكومة يستطيع العراق مواجهة الإرهاب والحصول على دعم الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي أكد أن الضربات الجوية الأمريكية ساعدت البشمركة على استعادة سد الموصل من أيدي داعش وتفادي خرق محتمل للسد كان يمكن أن يغرق العاصمة. غرق بغداد في المياه ليس فقط ما يقلق أوباما، فالغرق السياسي في أزمة تنتجها تأليف الحكومة هو أحد اهتمامات الرئيس الأمريكي الذي حذر من مغبة التأخر في تشكيل حكومة وحدة وطنية. 15 غارة جوية مساء الاثنين من أصل 35 أمريكية ضد تنظيم داعش منذ بداية التدخل الأمريكي، غارات ساعدت البشمركة والجيش العراقي على تغيير الدفة الميدانية وتقدم البشمركة في اتجاه مدينة وانا جنوبية سد الموصل ومدينة تلكيف، فيما تعتزم القوات العراقية شن هجوم على مدينة الموصل في الشمال على أمل استعادتها من مقاتلي داعش، بحسب المتحدث باسم وحدة مكافحة الإرهاب في العراق صباح نوري الذي أكد أن التكتيك الجديد يقضي بشن هجوم سريع تكتنفه السرية. ومن أربيل ينضم إلينا مراسل الميادين محمد كريم. أهلا بك محمد، كيف هو سير المعارك في تكريت؟ نعم، بطبيعة الحال هذه المعارك على ما يبدو أنها تشهد عمليات كر وفر ما بين قوات الجيش العراقي من جهة ومسلحي داعش من جهة أخرى. فبعد التقدم الذي سجل للقوات العراقية عبر المحاور الثلاثة باتجاه مدينة تكريت وسيطرته على مجلس المحافظة، على ما يبدو أن ضراوة المعارك من هذا التقدم يتوقف عند هذه الحدود الثلاثة لمدينة تكريت، يعني توقف تم إلى حد مستشفى تكريت، والثاني أيضا باتجاه حي الديوم، والثالث أيضا إلى نقطة قاعدة سبايكر الجوية. فبراوة الاشتباكات أدت إلى تراجع بعض القطاعات من الجيش العراقي الذي سجل تقدما من المحور الجنوبي والغربي والشمالي. بعض المواقع للجيش العراقي تمكن من السيطرة عليها وتقدم إلى مناطق مقاربة أو قريبة من قرية العوجة، لكن فقط في جهة الديوم هناك تراجع سجل للجيش العراقي. طبعا السبب هو بحسب المصادر العسكرية هو أن القوات الجوية أو سلاح الجو لم يؤمن المدينة بشكل كامل ولم يستمر بعمليات قصف معاقل مسلحي داعش في تلك المناطق، وبالتالي تحمل القوات البرية القوة الجوية العراقية مسؤولية هذا التوقف، توقف التقدم الذي كان سريعا إلى حد ما في ساعات الصباح الأولى. والآن هم القوات العراقية بانتظار أن تقوم سلاح الجو العراقي بغارات جديدة على مواقع مسلحي داعش خصوصا في مركز تكريت وكذلك المناطق المحيطة لها مع اشتداد تلك المعارك. بشكل عام المعارك لا تزال تجري حتى هذه الساعة طبعا التي أدت إلى بحسب الأولية مقتل أحد عناصر الحشد الشعبي وهم المتطوعين الذين يشاركون القوات العراقية في التقدم هذه، وكذلك إصابة خمسة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى سامراء العام الواقع جنوبي مدينة تكريت. أيضا فيما يتعلق بذلك تم تأمين القوات العراقية تمكنت من تأمين الطريق مع قاعدة سبايكر بمدينة تكريت. وبالإضافة إلى ذلك ما يستقبل في هذا التقدم هو مشاركة القوات الفرقة مكافحة الإرهاب أو كما تعرف في العراق بالسهادية التي أيضا يعول عليها أو تعول عليها القوات العراقية في تحقيق أي تقدم كما حصل مع قوات البشمركة التي كانت تمثل هذه القوة بالنسبة لها دفعا معنويا وعسكريا أيضا عندما تقدمت وحررت سد الموصل والمناطق المحيطة بها. وبالتالي هنالك معارك ضارية تجري الآن في محيط مدينة تكريت، لكن يعني بالدرجة الأساس حسم المعركة هو سيكون عبر الغطاء الجوي كما حصل لقوات البشمركة الكردية وكذلك القوات العراقية التي تقدمت صوب مدينة الموصل من ثلاثة محاور بفعل أو بفضل الغطاء الجوي العراقي وكذلك الغطاء الجوي الأمريكي الذي تم بالتنسيق ما بين الطرفين. هذا فيما يتعلق بتكريت فقط.
فقط على عجالة، أيضا يعني المعارك في شمال مدينة الموصل تتواصل كذلك ما بين القوات العراقية والبشمركة من جهة وبين مسلحي داعش من جهة أخرى. هنالك انسحاب لعدد من المسلحين من داخل مدينة الموصل باتجاه ناحية الطيارة الواقعة جنوبي المدينة، لأن المعارك على ما يبدو بدأت على مشارف مدينة الموصل والتقدم حاصل بدرجة كبيرة. هنالك لا مقاومة كبيرة تذكر لمسلحي داعش كما عرفت في الأسابيع الماضية بسبب انكسار كما تقول المصادر العسكرية انكسار شوكة هذا التنظيم والصفعة التي تلقاها في معارك تحرير سد الموصل. وبالتالي هناك تقدم من الشمال وقوات البشمركة تنتظر تقدما للجيش العراقي من الجهة للمحافظة هنا وتحديدا في منطقة تكريت للسيطرة بشكل كامل وحصر المسلحي داعش في هذه النقطة ما بين نينوى وصلاح الدين وكركوك. نعم، محمد كريم مراسل ميادين في أربيل، شكرا جزيلا لك. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها ستطلق خطة مساعدة طارئة للذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم هربا من داعش في العراق. المتحدث باسم المفوضية أوضح أن الخطة ستطلق الأسبوع الحالي وهي واحدة من أكبر خطط المساعدة وتهدف إلى مساعدة ما يقارب نصف مليون شخص. قال مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن الفكرة المتطرفة والأعمال الإرهابية التي ينفذها تنظيم داعش أو تنظيم داعش والقاعدة هي العدو الأول للإسلام. وأضاف آل الشيخ في بيان له أن أفكار التطرف والإرهاب الذي يفسد في الأرض ليست من الإسلام في شيء، لافتا إلى أن المسلمين هم أول ضحايا. قتل متظاهر كردي وأصيب اثنان آخران بالرصاص خلال اشتباكات مع قوات الأمن التركية جنوب البلاد. الاشتباكات اندلعت حين تجمع المتظاهرون في مقبرة في مدينة ليجة لمنع الجنود الأتراك من هدم نصب تذكاري لأحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني. مصادر أمنية قالت إن التوتر ما زال شديدا في المكان، حيث تتواصل صدامات متقطعة بين قوات الأمن ومجموعة من المتظاهرين. لليوم الثاني على التوالي تتواصل التظاهرات في العديد من المدن اليمنية ومن بينها صنعاء للمطالبة بإسقاط الحكومة، وتدعو هذه التظاهرات إلى إلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام نفى للميادين وجود أي وساطات أو ضغوط لتراجع الجماعة عن مطالبها بإسقاط الحكومة اليمنية. الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي توعد في اجتماع استثنائي بإجراءات حازمة وقانونية تجاه من يعبث بالأمن والاستقرار في البلاد. هادي قال أن الشعب اليمني عانى ما عاناه من خلافات وحروب وأن البلاد اليوم على مشارف تطبيق مخرجات الحوار الوطني. وحث هادي في الاجتماع مع مستشاريه ورئيس البرلمان على الإدانة الواضحة لتصرفات البعض في إشارة إلى تظاهرات جماعة أنصار الله. ولمزيد من التفاصيل انضم إلينا مراسلنا أحمد عبد الرحمن. أهلا بك أحمد، كيف هي الأجواء والاستعدادات للخروج في تظاهرات اليوم في صنعاء؟ الآن المحتجون بدأوا بالتوافد إلى ساحة التغيير بصنعاء. أنا الآن متواجد في الساحة، هناك توافد كبير من ثوار صنعاء ومن قدموا من مناطق مختلفة في صنعاء إلى ساحة الثورة أو ساحة التغيير بأيديهم اللافتات، واستعدادا للانطلاق بعد نصف ساعة تقريبا من هذه الساحة. وسيكون أيضا هناك مسيرات أخرى ستخرج من مناطق أخرى في صنعاء، وتحديدا من منطقتي الصافية وأيضا الجراف جنوب وشمال صنعاء. أيضا هناك بحسب المعلومات قد بدأ المتظاهرون والمحتجون بالتوافد إلى أماكن التجمعات المسيرتين، وسينطلقون ربما المسيرة التي في ساحة التغيير ستنطلق في خط سير إلى مجلس الوزراء، وهو الخط السير الذي كان يفترض أن ينطلقوا به بالأمس، لكنهم انطلقوا إلى شوارع صنعاء وجابوا الشوارع مرددين هتافاتهم ودافعين اللافتات المطالبة بإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وأيضا إسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. هذه المطالب الرئيسية لهذه الاحتجاجات التي بدأت أمس، واليوم نحن في اليوم الثاني للتصعيد وأيضا في اليوم الثاني للمهلة التي وضعها السيد عبد الملك الحوثي للحكومة وللسلطات اليمنية لتنفيذ مطالب الثوار والمحتجين. نعم أحمد، رسالة السفراء أو سفراء الدول العشر
الداعمة للمبادرة الخليجية التي وجهت إلى عبد الملك الحوثي، هل من رد فعل من قبل عبد الملك الحوثي على هذه الرسالة أولا، وماذا عن رد فعل الحكومة على هذه التظاهرات؟ بالنسبة للحكومة اليمنية لم تلتفت حتى هذه اللحظة إلى هذه التظاهرات أو إلى مطالب المتظاهرين منذ الآن. مطالب المتظاهرين بالنسبة لإسقاط الحكومة كانت قد بدأت قبل أشهر وهم يطالبون بإسقاط الحكومة، ولكن لم يلتفت أحد لمطالبهم. اليوم منذ الأمس بدأوا برفع سقف مطالبهم ووضعوا مهلة، حتى هذه اللحظة لم يصدر بيان رسمي من الحكومة اليمنية، وخصوصا أن رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحكومة اليمنية يتواجد حاليا خارج اليمن وتحديدا في الإمارات المتحدة العربية في زيارة خاصة منذ 3 أو 4 أسابيع. أبرز ردود الفعل هي اجتماع رئيس هادي اليوم في الذي عقد اجتماعا وصلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية السبب بالاستثنائي، وحضره رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وأيضا نائب رئيس مجلس الوزراء أحمد بن دغن، وهو الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس وحزب الرئيس السابق، يعني حزب الرئيس الحالي وحزب الرئيس السابق. أيضا حضر هذا الاجتماع مستشاري الرئيس من أمناء عموم أحزاب المشترك وتحديدا الأمين عام حزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وأيضا الأمين عام التجمع للإصلاح، التجمع اليمني للإصلاح. في هذا الاجتماع ناقشوا مستجدات الأوضاع ووجهوا رسائل للحوثيين أو لأنصار الله، وتعاملوا معهم في نص الخبر بأنهم سيتمردون على مخرجات الحوار وعلى قرارات الاجتماع. شكرا لك الوطني. نعم أحمد عبد الرحمن مراسل ميادين في صنعاء، شكرا جزيلا لك. ومن صنعاء ينضم إلينا رئيس المركز الإعلامي لشباب الصمود لؤي الشامي، أهلا بك سيد لؤي. عبد الملك الحوثي رفع ثلاث مطالب رئيسية: العودة عن رفع أسعار الوقود، إسقاط الحكومة، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وأعطى الحكومة مهلة إلى يوم الجمعة المقبل. ماذا ستفعلون في حال لم تستجب الحكومة لهذه المطالب؟ اولا اشكر قناه الميادين على هذه التغذيه وتفاعلها مع احداث اليمنيه والهبه الشعبيه التي انطلقت وبدات في التصعيد من يوم امس الاثنين. السيد عبد الملك الحوثي اعلن في كلمته الاخيره عن ثلاث شروط كما ذكرتي، وهي اسقاط الجرعه واسقاط الحكومه والبدء في تحديد مخرجات الحوار الوطني. الشيء الذي اريد ان الفته ان الشعب اليمني له من الوسائل وله من الطرق ما يستطيع ان يضغط على هذه الحكومه. اليوم القبائل والابناء المحافظات على ضفاف في العاصمه صنعاء معتصمين في مداخل العاصمه من اجل ان تعرف هذه الحكومه ويعرف الرئيس هادي أن للشعب العديد من الوسائل التي يستطيع من خلالها أن يضغط على هذه الحكومة حتى تستجيب لمطالبه. الحكومة هذه تجاهلت الشعب مرارا وتكرارا. الشعب الآن لا يستطيع، الشعب الآن مستعد أن يقدم كل ما يملك، مستطيع أن يقدم روحه، مستطيع أن يقدم كل شيء من أجل إسقاط هذه الجرعة. طيب سيد لؤي، لماذا انفجرت الأمور الآن؟ لماذا انفجرت الأمور الآن؟ هل الأمر متعلق فقط برفع أسعار الوقود أم هناك حالة احتقان سياسي أدت في نهاية المطاف إلى هذا الانفجار؟ الشعب يعتقد، الشعب هو ما يثيره هو الشيء الذي يلامس، وهنا الشيء الذي لامس حياتي والشيء الذي عكر مزاجه هي الجرعة، والجرعة هذه كانت ناتج لفساد هذه الحكومة التي جعلت المطالب تكون مترابطة بعضها ببعض، ابتداء من إقرار الجرعة. ومن أقر هذه الجرعة هي هذه الحكومة الفاشلة الفاسدة والتي بدورها لم تبدأ في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي اعتبره الشعب اليمني أنها الضمان الوحيد في أنه يخرج من فساد هذه الحكومة وينتقل إلى مرحلة جديدة تكون هذه المرحلة بداية تغير لليمن وبداية النهوض وإعلان اليمن الجديد. لكن طيب، هذه الحكومة تجاهلت تلك الخيارات التي كانت موجودة أمامها. طيب سيد لؤي، تطالبون بتنفيذ مخرجات الحوار، فقط نود أن نعرف منك من الذي لم ينفذ من مخرجات الحوار الوطني؟ في الحقيقة أن مخرجات الحوار لم يتم البدء أصلا
لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. هناك العديد من مخرجات الحوار الوطني التي لم يتم البدء فيها، لم يتم البدء في تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الأحدى عشر التي كانت مهيئة للحوار الوطني، فما بالك بمخرجات الحوار نفسها. مخرجات الحوار نفسها هي تعد من بداية مخرجات الحوار، من ضمن هذه مخرجات الحوار دورة الشراكة، دورة الدولة المدنية، توحيد صفوف الجيش، يعني كثير من المطالب، كثير من مخرجات الحوار الوطني لم يتم البدء فيها أصلا. طيب لؤي الشامي رئيس المركز الإعلامي لشباب الصمود، شكرا جزيلا لك. جرح شخصان واعتقل أكثر من 30 في المواجهات المستمرة بين الشرطة والمتظاهرين في بلدة فريكسوم بولاية ميسور الأمريكية. مراسلنا كان قد تحدث عن سقوط قتيل خلال مواجهة الليل، فيما قرر حاكم الولاية إرسال قوات من الحرس الوطني إلى البلدة في محاولة لضبط الأوضاع الأمنية. على هذا الوقع دخلت فيرغسون يومها 11 من الاحتجاجات والمواجهات. غضب الأهالي لا يبدو متجها نحو الهدوء منذ مقتل شاب ملون على يد شرطي فيما عد جريمة عرقية عنصرية. التحركات السلمية اخترقتها أعمال عنف متفرقة ردت عليها الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع وعمليات التوقيف. أنا أتفهم العواطف والغضب على خلفية مقتل براون، لكن النهب وحمل السلاح ومهاجمة الشرطة لا يؤدي إلا إلى رفع التوترات وإثارة الفوضى. هذا يقوض العدالة بدلا من الدفع بها إلى الأمام. إجراء تلو الآخر أقرته السلطات المحلية في محاولة لاحتواء الأزمة، من تسليم السلطات الأمنية إلى ضابط من أصول أفريقية، مرورا بفرض حظر التجوال ليلا، وصولا إلى نشر الحرس الوطني للولاية. لدينا جنود مدربون ومزودون بالمعدات والموارد لإتمام المهمة. الإجراءات الأمنية تبدلت لكنها لم تبدل المشهد. الرئيس أوباما دعا مواطنيه إلى استخدام هذه اللحظة للبحث عن الإنسانية المشتركة، إنسانية عرتها هذه اللحظة. ردود الفعل على حادث مقتل شاب ملون برصاص شرطي في ولاية ميسور بدأت تخيف المسؤولين الأمريكيين من شدة التوترات العرقية في بعض مناطق الولايات المتحدة. مع دخول الرئيس الأمريكي باراك أوباما على خط المعالجة بإفاده وزير العدل إلى بلدة فيرغسون في ولاية ميزوري، يكون ما بدأ بإطلاق شرطي أبيض النار على شاب أسود وما تبعه من تظاهرات وعمليات نهب قد أصبح رسميا مشكلة اجتماعية عرقية تهدد النسيج الأمريكي. يجب أن تكون أغلبية قوة الشرطة هناك من السود، وأن يتمكن رجال الشرطة البيض من توقيف مشتبه به أسود من دون الإساءة للسود، والعكس صحيح. هناك مشاكل اقتصادية هائلة، هناك مشاكل بغياب الفرص بالنسبة للوظائف، هناك هوة عميقة وأزمة ثقة بين المواطنين الذين يعيشوا في هذه المناطق وبين المؤسسات الحكومية. عامل آخر أثير في وسائل الإعلام الأمريكية هو تسليح أجهزة الشرطة في أماكن كثيرة في الولايات المتحدة بمعدات عسكرية يجعل رجالها يستسهلون الإفراط بالقوة في عمليات حفظ الأمن. هناك تبني من قبل بعض المسؤولين لسياسة تشبه سياسة الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين، أو ما يمكن القول بأسرلة السياسة الأمنية، وهي أن هؤلاء لا يفهموا إلا القوة وأن الردع العسكري أو الردع باستخدام القوة المفرطة أحيانا هو الطريق الأفضل للحفاظ على الاستقرار والأمن، لأن هؤلاء لا يفهموا إلا هذه اللغة. قد يكون السبب المباشر لأحداث فيرغسون مشاعر عنصرية دفينة، لكن الأوضاع الاقتصادية في الداخل الأمريكي تجعل من الفقر ملازما شبه دائما للون البشرة ولا تساعد كثيرا على تجاوز هذه المشاعر. إيميل بارودي، واشنطن، الميادين.
تواجه العاصمة السورية دمشق ومحيطها القريب أزمة نقص حادة في المياه جراء قلة الأمطار التي هطلت الموسم الماضي. الأزمة فرضت تقنينا يصل إلى ساعات طويلة في دمشق واقتصارا على تزويد الضواحي القريبة بالمياه لساعات قليلة كل أسبوع. تقرير محمد الخضر. أزمة مياه حادة في دمشق ومحيطها القريب، تقنين يصل إلى 15 ساعة يوميا في العاصمة وإلى 6 أيام أسبوعيا في الضواحي والريف القريب. أشرفية صحنايا بلدة لا تبعد أكثر من 10 كيلومترات عن العاصمة، نموذج لجفاف وضغط سكاني لعشرات آلاف النازحين، عطش يشكو منه الجميع. دخولنا كمية الماء تنقطع الكهرباء وما عم نلحق نعبي مي، وحتى يوم تنعبي بالسهريج غالي ومعيشة غالية ونحن مهجرين. يعني في أزمة حقيقية بالمي يعني، خاصة مهجرين يعني. وحدة المياه مستنفرة منذ بدء الصيف، الحلول محدودة وتتركز على صهاريج تتولى نقل المياه إلى المنازل وفق دور يتم تسجيله. بسبب الأزمة اللي عم تمر فيها البلد، صحنايا وأشرفية صحنايا صار فيها كثافة سكانية بتخوف، والمياه المصادر المحلية اللي بصحنايا وحتى المصادر الخارجية سواء من الشام أو من الريمة لا تكفي. الأزمة ترتبط بتراجع كميات المطر التي هطلت هذا العام، المعاناة مرشحة للاستمرار خلال الشهر المقبل على الأقل. عندنا توزيع 430 إلى 460 ألف متر مكعب يوميا بمدينة دمشق. بتصور هالكمية دمشق بحاجتها، لكن فصل التحاريق كان تموز وآب شديد الحرارة، صار شوية نقص خلال أيام قليلة سيكون دخول هالمنظومة الجديدة. مثلا نحن خسرنا 40 ألف متر مكعب بأشهر التحاريق، راح ندخل 40 ألف متر مكعب إجداد خلال أيام قريبة. يعني لم تعرف دمشق أزمة مياه كالتي تعيشها منذ عقود طويلة، وما يزيد المعاناة نزوح مئات الآلاف ممن تركوا مناطقهم إلى العاصمة وضواحيها. فرضت يوميات الحرب على السوريين تحديات جدية، السرقة وفقدان الأمن والتخريب، لكن غياب المياه تحد من نوع مختلف يتطلب تحركات جدية من أجل المعالجة. محمد الخضر، دمشق، الميادين. الغارات الجوية الأخيرة على طرابلس مثلت تصعيدا نوعيا في المعارك الدائرة لكونها الأولى من نوعها في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي. ومع تضارب المعلومات حول هوية المنفذين كثرت الاحتمالات في الساحة الليبية حول دلالتها. تقرير حسن حجازي. زاد الجدل في ليبيا حول الغارات الجوية المجهولة على طرابلس من سخونة الأجواء الملتهبة في البلاد جراء المعارك. تبنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر العملية، وتحدثت رئاسة الأركان عن مقاتلات أجنبية جاءت من خارج البلاد. المشككون في رواية أنصار حفتر يعتمدون على افتقاد الطائرات الليبية تقنيات القصف الليلي والقدرة على إصابة الأهداف بدقة وتحليق مسافات طويلة لكونها قديمة الصنع. تطايرت الاتهامات في اتجاهات مختلفة طالت مصر والجزائر والإمارات وإيطاليا وحلف الناتو. حكت السيناريوهات سريعا لتكون العملية تمهيدا ينذر بالاستجابة لمطالبة مجلس النواب بالتدخل الدولي لإنهاء العنف وفق أحد النظريات. ومن منظور آخر هو تدخل لإحدى دول الجوار القلقة من تداعيات الصراع الليبي، بيد أن التطورات الدراماتيكية في البلاد تدل على أن دخان الاحتمالات المذكورة قد يكون نتيجة طبخة دولية تستعجل دول الجوار إنضاجها. الرئيس المصري لم يستبعد قبل أيام تدخل بلاده عسكريا. الحدود مع ليبيا أصبحت مصدرا لتهريب أسلحة ومتطرفين كما قال عبد الفتاح السيسي. الجزائر بدورها لا تقف مكتوفة الأيدي واستنفرت قوتها عند الحدود مع ليبيا، وتحدثت تقارير عن اكتشاف الجيش أنفاقا تحت الأرض في تلك المنطقة. كذلك تتحدث وسائل إعلام محلية عن إنجاز الجيش خططا لشن عمليات جوية فوق ليبيا استباقا لوقوع عمليات إرهابية مصدرها طرابلس.
أما تونس فقد دفعت الأحداث الليبية حكومتها إلى زيادة موازنة وزارتي الداخلية والدفاع والتخطيط لإقامة سياج عازل عند الحدود الليبية. هواجس دول الجوار الليبي ستطرح على طاولة مؤتمر يجمعها في القاهرة خلال أيام لبحث إمكان إرساء السلام في بلد يخيم عليه شبح التفتيت والتدخل العسكري الأجنبي الذي كان المسبب الرئيس لنشر الفوضى فيه. قد لا يشهد أهالي غزة أي تحسن في حياتهم على مدى 15 عاما مقبلة. هذا التحذير أطلقه رئيس وكالة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة بيير كراهيمبول، ورأى أن عدم إنهاء الحصار المفروض على غزة سيبطئ عملية إعادة الإعمار في ظل الحظر المفروض على مواد البناء اللازمة لترميم آلاف المنازل أو إعادة إعمار أحياء دمرت بأكملها. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة بناء كل المنازل والطرق والجسور وغير ذلك من البنية الأساسية المدمرة سيكلف 10 مليارات دولار. ارتفع دخل الأردن السياحي في الأشهر 7 الأولى من العام بنسبة 10% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 2.5 مليار دولار بحسب بيانات للمصرف المركزي الأردني. هذا الارتفاع يعود إلى زيادة عدد السياح العرب والأمريكيين نظرا إلى الاستقرار الأمني الذي تعيشه الأردن، كما أن دخل القطاع يمثل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي. وانخفض دخل السياحي للمملكة العام الماضي بنسبة 24% ليبلغ نحو 3 مليارات دولار بالمقارنة مع 3.2 مليارات دولار عام 2012. بعد العراق منعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الرحلات التجارية من عبور أجواء سوريا بسبب الأحداث الدائرة هناك. إدارة الطيران أبدت تخوفها من إسقاط طائرات بسبب امتلاك المجموعات المسلحة أسلحة مضادة للطيران يمكن أن تشكل خطرا على الطيران المدني. قرار المنع يشمل كل الشركات الأمريكية وكل المشغلين التجاريين. قررت روسيا السماح باستيراد الأغذية من جارتيها روسيا البيضاء وكازاخستان. هذه المواد مصنوعة من المواد الخام الغربية الواقعة تحت طائلة الحظر الذي فرضته موسكو. وكانت روسيا قد حظرت الأسبوع الماضي استيراد جميع منتجات اللحوم والأسماك والألبان والفاكهة والخضر من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج وكندا وأستراليا لمدة عام كامل ردا على العقوبات الغربية. الأزمة الاقتصادية في روسيا وضعف طلب من تركيا قلصا الآمال بانتعاش اقتصادي تقوده الصادرات في منطقة اليورو في حزيران يونيو الماضي. فقد أفادت بيانات المكتب الأوروبي للإحصاء يوروستات بأن صادرات الدول في المنطقة انخفضت بنسبة 15% في حزيران يونيو بالمقارنة مع أيار مايو لتصل قيمتها إلى 163 مليار يورو. شكلت منظمة الصحة العالمية مجموعة عمل لمراقبة وباء إيبولا بعدما بات يمثل تهديدا بالانتقال عبر المسافرين والسياح. وقررت المنظمة تزويد الهيئات المعنية بقطاعي السياحة والنقل بالتوجيهات حول سبل مكافحته. المجموعة مهمتها مراقبة خطوط الطيران وتوفير معلومات في الوقت المناسب لقطاع السياحة والسفر إضافة إلى المسافرين لتجنب انتقال الفيروس، علما أن المنظمة طمأنت إلى أن خطر انتقال فيروس إيبولا أثناء السفر بالطائرة ضعيف جدا. ختام الموجز ونعود إليك وفاء. شكرا لك يا لسار. تزداد المخاوف في موريتانيا من انتشار فيروس إيبولا بعدما تحدثت مصادر عن إصابة مواطنة قادمة من ليبيريا بهذا الوباء الذي ينتشر بسرعة في منطقة غرب أفريقيا ويقتل المئات، لكن مصادر طبية أكدت للميادين أن المشتبه في إصابتها بالمرض تتماثل للشفاء ولم يصبها فيروس إيبولا. تقرير أبي زيدان. بمجرد إعلان الحكومة الموريتانية عن إجراءات جديدة لإغلاق بعض المعابر الحدودية مع دول إفريقيا الغربية ومراقبة بعضها الآخر، انتشرت حالة من الهلع والخوف في الشارع الموريتاني، خوفا من انتقال عدوى مرض الإيبولا. وهو الخوف الذي تفاقم بعدما جرى الحديث عن رصد حالة إصابة في إحدى القرى البعيدة في الريف جنوب البلاد. ما في ما تياها دواعي للخلعة ولا للفزع، وان انقطاع الصحة متأهب وجاهز كمان تمام الجاهزية من أجل مواجهة أي مرض لا قدر الله، وخاصة
هذا المرض اللي ذهب. ومع أن المشتبه بإصابتها بالمرض لا تزال داخل الحجز الطبي الخاص هي والفريق الطبي الذي شخص وضعيتها، إلا أن المؤشرات الأولية توحي حتى الساعة بأن الوضع تحت السيطرة. يعود سبب الاشتباه فيها إلى أنها قادمة من دولة الموبوءة أي ليبيريا، وهي كانت مصابة بحمى عادية، حمى الملاريا في فصل الخريف في منطقة كالحوض الغربي، وكانت إجراءات احترازية لطمأنة المواطن الموريتاني. في فصل الخريف ومع تهاطل الأمطار تنتشر حمى الملاريا بشكل واسع في الجنوب والشرق الموريتاني، وقد تتحول أحيانا إلى حالة وبائية رغم تعود السكان على التعامل معها لسنوات طويلة من الزمن. مخاوف السكان هنا من تفشي الوباء ما زالت قائمة رغم تطمينات وزارة الصحة، خصوصا مع موسم الأمطار بكل ما يحمله من قلق لمدينة كمدينة نواكشوط تفتقد للصرف الصحي وتتحول مياه الأمطار فيها إلى مستنقعات دائمة. أبي زيد، نواكشوط، الميادين. أهلا بكم. أعاد باريس سان جيرمان الفرنسي فتح ملف اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مجددا، نبأ اخترق الحديث عن قرب انتقال اللاعب إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي. فبعدما أقفل رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي الباب في الأسبوع المنصرم، أشارت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الأمل عاد من جديد. دي ماريا قد ينتقل بموجب الإعارة على أن يتخلى نادي العاصمة عن مهاجمه الأرجنتيني إيزيكيال لافيتزي. الخبر يأتي بعدما سربت صحيفة ذا سان الإنجليزية معلومات مفادها أن المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي أعطى الضوء الأخضر لانتقال دي ماريا إلى مانشستر يونايتد. حلم الأرجنتيني ماركوس روخو تحقق. نجم مونديال البرازيل أصبح من الشياطين الحمر بعدما سعى جاهدا للانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي. هو الظهير الأيسر الأرجنتيني يعلن رحيله عن سبورتينغ لشبونة. الفريق البرتغالي رفض سابقا عرضا بقيمة 16 مليون جنيه لبيع روخو، لكن البطل السابق للدوري الإنجليزي نجح في خطف ابن 24 عاما في وقت فشل فيه بالتعاقد مع المدافع الألماني ماكس هاملز والبلجيكي توماس فيرمايلن. وعد لويس سواريز جماهير برشلونة بأنه لن يعض مجددا. الهداف الأوروغواياني الموقوف حتى نهاية أكتوبر لعضه الإيطالي كيليني في المونديال أكد أنه سيلتزم مبادئ فريقه الجديد. الولد الشقي لويس سواريز مثل أهم صفقة للنادي الكتالوني هذا الموسم، وقد بلغت 81 مليون يورو بحسب المدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا. الفريق الكتالوني قدم لاعبه الجديد في ملعب كامب نو نتيجة السماح له بإجراء التمارين وخوض المباريات الودية. الأوروغواياني ورث الرقم 9 من التشيلي أليكسيس سانشيز الراحل إلى أرسنال. وقبل تقديم النجم الأوروغواياني فقد ساهم في فوز برشلونة أمام ليون المكسيكي بسداسية نظيفة ضمن دورة خوان جامبر الودية. المباراة شهدت عودة نيمار بتسجيله هدفين بعدما غاب بسبب الإصابة منذ كأس العالم. المباراة حملت رسائل عديدة أبرزها تقديم التشكيلة الأساسية المرعبة للبرشا، فهي تضم 8 وجوه جديدة وعلى رأسهم لويس سواريز. المهاجم الفذ دخل في الدقيقة 76 من دون تسجيل أي هدف، لكنه حصل على الحصة الأكبر من تصفيق الجمهور له. أولى مباريات البرشا في الموسم الجديد ستكون يوم 24 من الشهر الحالي أمام إلتشي ضمن منافسات الليغا. ديربي العاصمة الإسبانية موعده الليلة في ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، حيث يستضيف الأخير منافسه وجاره أتلتيكو مدريد ضمن ذهاب كأس السوبر الإسباني. المدرب كارلو أنشيلوتي حسم قراره وسيعتمد على القائد إيكر كاسياس في حراسة المرمى. تجديد الثقة بالقديس ليس صدفة بعد تقديمه أداء لافتا في كأس السوبر الأوروبي. التشكيلة الملكية ستشهد دخول أنخيل دي ماريا في ظل تعتيم حيال انتقاله من عدمه. أما دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو فأشار إلى القوة الهائلة للملكي بعدما أنفق الكثير خلال الانتقالات الصيفية. يفتقد المدرب الأرجنتيني إلى مهاجمه المميز دييغو كوستا، فكان له الفضل الأبرز في إحراز الليغا الموسم الماضي.
أخيرا في عالم السرعة، سيصبح الهولندي ماكس فيرستابن أصغر سائق في تاريخ بطولة العالم للفورمولا 1. السائق البالغ من العمر 16 عاما سيحل بدلا من الفرنسي جان إيريك فيرني في فريق تورو روسو ابتداء من الموسم المقبل. الفريق الشقيق لريد بول أعاد اسم عائلة فيرستابن إلى عالم رياضة سيارات الفئة الأولى على اعتبار أن ماكس هو نجل السائق السابق يوس فيرستابن. نهاية الموجز الرياضي، يعود إليك وفاء لاستكمال النشرة. شكرا لك يا أماني. والآن إلى فقرة الماضي الحاضر.